بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الرحمن جزيل العطاء جزيل العطاء والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانكيا ولد ديني درس تنتوان ذو الهجة آخر أقرتني عشر ذو الهجة الراقرانو تسدس صوت يجو فحري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير وأن أما دبنو وأن أيام قويا كرنن خيري قداك أبو كان كيسا دلقو برباتشف نمتش مسلمة أمو أقرتني وأن إسر رجل مال قويا خيري كيسا جرتو كان إسا كان كيسا أقرتني خيري تددفو كبا سمتشو كبا خيري تكواني دلقو دلبني مال أنه ما هرم أحد ما حرم أحدا خيرا في الدنيا والآخرة إلا بسبب ذنوبه. نما تقول يا ربي خير دنيا آخرة سببا بدي إسات مليسا أبسيس ربي ما جل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأن مصيبات يتك مصيبان أقرتني خير دلقو دلبني ولدت بالآه انجرت مصيبان تكلى سنين تويتو وان هركا كيسنين دلي دني مليج ربين هدو امو الرئيسيني ترج. فالذنوب لها آثار خطيرة على القلوب زنبين وان قدو قلبي تنرت واليفتي اكم اقرتني نمني تقو يو سمينياتي قام إساء اقرتني يو دواء التفلة ملي قام إساء مرا بل سمين سن اكم سن كذلك الذنوب تؤثر على القلوب تعثيرا بالغا ذنبي وبديد لقول لنا كمسن قام قلبي نما إرتي أسر معسيات كيود لقان تون تاوامتي معسيا والدوك ديم كنافو والنسر رجل يا قبل التربي فسارع أيها الأخ إلى التوبة النسو توبة كل كل توبة واستقبل هذه الأيام ويا أما قرتني كنا نهجيك دراكنا سمد بالبود عن المعاصي والذنوب يكرر بدير رفقات وأكثر من الاستغفار على رم رب قافد وداوم على ذكر الله جل وعلا لذكر ربي هد ميس فلا يعلم أهدنا متى يفجعه الموت ويرحل من هذه الدنيا نمني تقول لك أنك بيكون جر نرى يوم دوتي سقبد يوم أقرتني دنيا تنرى في أتجتشم بيك كان أفو خير تدد في قبل التربي. ومن الأعمال التي لا تغيب عن العاملين المصارعين للجنات دلق أن من جنة ربي برباد جنة ربي تتديموك أبو أقرتني دلقوك أبو مال بلتي كنا نحجي دراكنا. أولا تدرى مال الإكثار من الأعمال الصالحات عموما دلق موان غاري جل أمامنا دلقو مالي في رسولة عليه الصلاة والسلام أكم حديث درسي عيدورا كيسا دبرزين ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيه من هذه الأيام الأشر. رسولة دلقان قارين تكالي تربين برت قدو تربين برت جالة تهنجرتو دلقا قوياكنا دلقان الرجان قويوتا كننكا. ومن الأعمال الصالحات أما اللي أقرتني دلقان قارين التي غفل عنها بعض الناس كلام نقرين دي سمال قراءة القرآن قرآن قراء صدقاء الدميسة مسكين رحمة قراء خير التوى القرصة شر الله واللوغة كدروا كبر باتشي سكان كلامو كبلتي كنن كان كيس سبر باتشي الصلاة صلاة صلاة قبل ربي صلاة ضد برسين ضد في أول اتقال صلاة أقرتني فرائد قيسو في الرمسيدة ديم والمصارعة إلى الصف الأول أكنم نقرين دوبة تركفته ودرسين اللي
سفا ولا همان سلامتي سفا ولا إزت تددفي والإكثار من النوافل سنة اللي هدو ميسي سلات واني ربيت اندياتا هدو بعد فرائداتي سنة ربيت اندياتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكنجا نما تكون أكنجا عليك بكثرة السجود لله ربي في سجود قلو هدو ميسي فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أتي سجود ربي في قوته ربي درجة كان كأول ملئه نب وهط عنك بها خطيئة بدي وهي سر أبو سيس والفول ملئه نب والحديث رواه مسلم كن أكنا تني سنة أكنا صلاة مسجد الدم وقزة ممر برباجزة أما اللي أكتني تسدي سواني بلتي كلاني كان برباجز الصيام بلتي كلاني كان كيس سوم لدخوله في الأعمال الصالحة وأن دلقا غاري كيس صوم لدبة ميجر رسول الله قرتني غارين دبرتي إساني ودسني مالجان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر رسول ربي كصوم تي بلتي سقلا أغرتني تقرها قويا سقلي بلتي سقلا حجي كدراكا أما اللي ويا عاشوراء الله صوما ويا سدي أما اللي جعمل الراق ويا سدي صوم الرسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث ابن رواه أبو داود والنسائي وأحمد أما اللي رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالجن حديث بخاري مسلم نباسا كيزت ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله قبرت ربي تقويا تقو ربي صومه إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه من النار ويا إن صومي كان الرب فولا إساء زاب الرافق يسوم عليه نف سبعين خريفا ديم سوقات ربات ما ربي عذاب الرئيس فقه السجان والحديث متفق عليه كما دراجن حديث ابن بخاري مسلم أما اللي قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن صوم أيام الأشهر ويا كنا دراتنا ويا تقرها ويا سقلي صومه كان إمام النووي ماجد إنه مستحب استحبابا شديدا إن سنة جبه فما لجد وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية كي ستأمر رسول عليه الصلاة والسلام ويا سقلي قاف عرفاسا ويا سنصوم إرتي الجبيسا وبيّن فضل صيامه وأن ويان سنقب ويان عرفاس يوسما قابوا رسول ربهما ملجن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ويا عرفة صوم نمح الجنجرف والرهجي تمد بدي إساة ترتيفي توفدر على ربين إسا الراحة قجن والحديث رواه مسلم أما اللي كافريسو واني بلتيكو لاني كان كيسا دلقون نما الرجل أداء الحج والأمرة ولرب لا في سيف حج في أمرا قرشو رسولة مالجن والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحديث رواه مسلم حج نقرتني ربي كيبلي جزاني سي جنة مليهن جرت جن شنفة التكبير والتحليل والتحميد نمني أغرتني بلتي كنا كان كيس والنيس الرجل مال لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله كان جتشو إيس الرجل أكم حديث عبد الله بن مريرة رسول التولفولين فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد حديث أيدنا نترى كيست مالجن إسيتنا كيس أغرتني بلتي كلاني تنا لا إله إلا الله جتشو هد ميسا الله أكبر جتشو هد ميسا الحمد لله جتشو هد ميسا جن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري مالجن كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما عبد الله بن مري في أبي هريرة صحابة أغرتني ور حديث هد وديس الرأي يخرجان إلى السوق في أيام العشر بلتي كنا كان قرى سوقي دائما سوقي كيس دائما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر جلا قرتني سوقي بكنا متولقوا كيس دائما يو جري أكا جلنا من الله جتش إساني سنين الله أكبر جل وقال أيضا وكان عمر يكبر في قبته بمنه فيسمع أهل المسجد عمر اللي أقرتني قبة إسا كيست دكان إسا كيست منت الله أكبر جلا سقلي والقبته حقا نمني مرتي سرى لقينا نمني مرتي جلد وكان ابن عمر يكبر بمنه تلك الأيام ويا أقرتني من أنجلسا
الله أكبر الله أكبر يجو هد ميس عبد الله بن عمر وخلف الصلوات يو صلاة الرابع يلي وعلى فراشه فراش عيسى الرت اللي وفي فستانه فستاته فستات عيسى جتشم مال دكان عيسى كيست اللي بكتاوت اللي كراديمت اللي والمستحب والجهر بالتكبير للرجال والنسنات والقبتني الله أكبر جتشو ورديرا دبرتين قد قبتني جلان جتشو أما اللي فحري بنا واني دقان نرت درقا مال أن هي هذه السنة سنة أغر تنين أمني أودي تالله أكبر جتشو تنان أمني هنجراتي سن بلتي كنن كان كيس جراتي سوق أبنا الله أكبر جتشو كن أغر تنين غرين كغويا أغر تنين إيدا قفت تجرا كون أمو أغر تنين كا قاية دمي وكي مطلقات تجرا يشرع في العيد في عيد الأذى التكبير التخبير المطلق والمقيد ويا عيدا كان أغرتني تكبير كا قويا كانوا ما انجلني فيه كا قويا اتقول مجرى فالتكبير المطلق تكبير كانوا ما الله أكبر انجن في جميل أوقات يروم رجتشو يوم الراكاني من أول دخول شهر ذي الحجة قاف جيني حجي جلسان الرا سين الراكاسني أغرتني إلى آخر أيام التشريق هكا قويا قاف آخر قويا كل سد أيام التشريق دي حجي الرا قويا كل سد أما التكبير المقيد كون أموك أغرتني قيد ميجر كمن فيكون في أدبار الصلوات المفروضة صلاة واجبة دوبان جتشو يوم الرأي قلني من صلاة الصبي يوم عرفة قاف عرفة صلاة الصبي إرى إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويا عرفة أغرتني قلما صلاة الصبي إرى كازني هقا آخر أيام التشريق ويا كل سدهيسا جتشو تكبيرت الله أكبري أكدت جلامو تكبير تدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أكنا جل سيغاني سيو كاجتشي سي أكنا جتشو الله أكبر الله أكبر كبيرا لك جل الله أكبر والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أكنا جاني أقرتني تكبير تاقويا سنجل انجتشو جاء اغرتني بلتي كنن دراتنا كيس سجاني تقاف ايدا ايرا ججبات درسين تينتا سديسو اللي اسيت العبتي اللهم وفقنا للعمل الصالح واجعلنا من عبادك المخلصين وررقمان قل كل اساسي قبلوا الرا يا رب نتاجزي نوفي ابوتكينا هوتكينا على رمي مؤمن مرا على رمي والرخير نسالافت الرا يا رب نتاجزي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.